نبتدي معاكم اول اخبارنا بالمنتخب الاولمبي. استقر الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقياده ميكالي على استدعاء الحارسين المحترفين احمد نادر السيد لاعب فازيالا البرتغالي وعلي نادر لاعب الخور القطري علشان ينضموا للمعسكر الثاني للمنتخب، والمقرر انطلاقه 15 سبتمبر الجاري. ده طبعا هيكون ضمن الاستعداد لخوض التصفيات الافريقيه المؤهله لاولمبياد باريس 2024. بدا محمود حرب مدير المنتخب ان هو ينهي كافه الترتيبات الخاصه بانضمام الحارسين، وبيتواجد في المعسكر المقام حاليا في الإسكندرية على علي نادر على أن يعود وينضم للمعسكر الثاني يوم 15 من الشهر الجاري بإذن الله. نرجع نكمل باقي الأخبار الخاصة بمنتخباتنا الوطنية. منتخب الناشئين مواليد 2006 بيستعد حاليا لخوض مباراة ودية هتكون مع نظيره الجزائري قبل انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام. منتخبنا الوطني المصري للناشئين هيواجه إن شاء الله المنتخب الجزائري في مباراة ودية هتكون يوم 2 نوفمبر المقبل، وده قبل انطلاق التصفيات اللي أيضا مقامة في الجزائر في الفترة من 5 إلى 15 نوفمبر. لو هنتكلم على المجموعة الخاصة بمنتخبنا الوطني المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عام بتضم منتخبات قوية جدا كلها من الشمال الافريقي ليبيا وتونس والمغرب، بنعمل ان شاء الله ان منتخبنا الوطني المصري للناشئين يستفاد من هذه البطولة استفادة كبيرة جدا. اكيد الهدف الاسمى هو الانتقال الى مرحلة ان هو يتأهل الى التصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية، يعني يكون متواجد في كأس الامم الافريقية، ولكن لازم اللعيبة دي تستفاد، ولازم كل واحد منهم يكون عنده حلم ان هو في السن ده ليه لا ما يلفتش انظار طبعا روي فيتوريا والجهاز الفني ويكون لاعب لمنتخبنا الوطني المصري الاول في سن صغير. بنعمل إن شاء الله كل التوفيق ليهم في هذه المرحلة الهامة جدا من حياتهم الاحترافية الكروية.